أدخل حاكم مصر في لبنان رياض سلامي البلاد في دوامة رفع الدعم أو ترشيده أو تقنينه. إلى اليوم ما من قرار واضح، تخبط لدى أهل القرار يترافق مع فقدان للأدوية والمحروقات والمواد الغذائية المدعومة من السوق. يرى الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني وخلال حديثه لصوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي بأن الحل لكل هذا اللغط الحاصل اليوم هو برفع الدعم مع إنشاء مجلس النقد لضمان عدم ارتفاع سعر صرف الدولار. أنا برأيي أنه يجب وقف الدعم فوراً وبشكل كامل حتى لو لم يتأمن أي بديل لإله، لأنه الدعم بحد ذاته عم بيكون كتير مؤذي للطبقات الفقيرة وللبلد بشكل عام، والسبب لهيدا الشيء هو إنه هيدا الدعم عم بيجي من دولارات المودعين اللي هن ممنوع يسحبوهم من البنوك، وبالتالي عم نصرف هيدي الدولارات على الدعم لندعم سلع، وبدالة عم نطبع ليرة لنعطيهم للشعب اللبناني. هيدي طباعة الليرة عم تتحول لطلب على الدولار وعم ترفع سعر الدولار وعم ترفع معها كل الأسعار، وبالتالي كل ما نصرف أموال المودعين أكثر على سياسة الدعم، كل ما نضطر نطبع ليرة أكثر، كل ما يرفعوا الأسعار أكثر. الدعم عم بيزيد أسعار كل السلع ما عدا هالكم سلعة المدعومة، ولكن حتى هالكم سلعة المدعومة بس الفقير عم ينزل على السوق ليشتريهم ما عم بيلاقيهم، السلة الغذائية مقطوعة، البنزين هلأ صرنا بالتقنين إلى آخره، وبالتالي حتى السلع اللي مفترض أنها تكون مدعومة مقطوعة من السوق. يعني السلع عم بيرفع أسعار الدعم، فردون عم بيرفع أسعار جميع السلع، والسلع المدعومة عم بيقطعها، وبالتالي عم بيضر الفقير. وقف الدعم بيوقف ارتفاع الاسعار من جهه، وبيرجع بيرد هدول السلع، الناس ما بتقعد تتبهدل اذا بدها تعبي بنزين او اذا بدها تشتري بضاعه من السوبر ماركت، مشان هيك يجب رفعه فورا. هلا بدك تحكي عن البديل؟ انا برايي بالتوازي حتى لو لم يتامن البديل يجب رفع الدعم، ولكن الافضل انه بالتوازي مع رفع الدعم بنقدر لازم اللي نعمله انه ننزل سعر صرف الدولار مشان تنزل اسعار جميع السلع على الشعب اللبناني. وهيدا الشيء بنقدر نعمله إذا منوقف طباعة الليرة، وتوقيف طباعة الليرة بمر أنا برأيي عن طريق إنشاء مجلس نقد بلبنان كارنسي بورد. إذا منعمل كارنسي بورد الدولار بينزل، بينزلوا كل الأسعار، مزبوط إنه المواد اللي مش مدعومة اللي كانت مدعومة ورح تبطل مدعومة سعرها بيطلع، ولكن انخفاض بقية السلع وتوافر هيدي المواد اللي كانت مدعومة ومقطوعة رح يحسن الوضع على المستهلك بشكل عام. ما بعرف لوين لازم يوصل الغلا والأزمة الاجتماعية ليوعوا بقى هالمسؤولين أنه أهم من مشكلة المصارف وأهم من مشاكل الكلة هي مشكلة المواطن، ومشكلة المواطن هي مشكلة الدولار، والدولار اليوم بيقدر ينحل ب30 يوم عن طريق إنشاء مجلس نقد كارنسي بورد. وكل شيء وما ننحسين أو ما ننمهتمين بالمشكلة الاجتماعية للمواطن، إيه أنا بتوقع أنه ما يمشوا بهذا المشروع، بس بمحل معين الأزمة رح تصير ضاغطة لدرجة رح يبطل في مفر من الكارنسي بورد. نتمنى أنه تصير سريعاً اليوم على 12,000 أحسن ما تصير بعدين، بس الأزمة تتراكم أكثر. ما يقوله مارديني جاء على لسان النقابات المستوردة للسلع المدعومة، فمعظم المستوردين يخزنون أو يحجبون البضائع عن المواطن اللبناني بانتظار كلمة السر من خلال تحديد مصرف لبنان لرفع الدعم أو الاستمرار به، غير مبالين للأسف بطوابير الظل على محطات المحروقات والصيدليات والأفران والسوبر ماركت.